صباح الخير مرة تانية لكل الناس اللي بتابعنا الآن عبر قناة سودانية 24. احنا مستمرين معاكم في حلقتنا من صباحات سودانية. وصلنا معاكم لواحد برضو من ملفات الصباح. عايزين نجيب بقى على قراءات عامة لتفاصيل العمل الثقافي اللي كانت خلال عام 2017. أسعد جدا يكون معي الناشط الثقافي داخل الاستوديو أستاذ محمد بركة. صباح النور صباح السعادة عليك. صباح الخير عليك وصباح الخير على جميع مشاهدي سودانية 24. اهلا بك. بدايه عايزين نعرف قراءه عامه للخارطه اللي كانت خاصه بالعمل الثقافي في العام 2017. العام 2017 كان حافل بعدد كبير من البرامج الثقافيه المتمثله في مهرجانات ونشاطات دوريه، يكاد يكون انه مختلف تماما عن العوام السابقه يعني. في منها اللي كان مثمر وفي منها اللي كان فيه كثير من الاخفاقات، لكن يعد يعني من العام العام متميز جدا في الخارطة الثقافية. كان هناك الثقافي عموما مهرجان الحقيبة استمر لحوالي 14 يوم بالمساحة القومي، أيضا فعالية سنار عاصمة الثقافة الإسلامية، كذلك مهرجانات التسوق الجزيرة بورسودان وغيرها، الكثير من البرامج الثقافية يعني تكاد تكون إنها حتى في تنظيمها كانت مختلفة عن بقية البرامج البتوكان في الأعوام السابقة تحديدا يعني. نعم. شهدنا مهرجانات وليدة لأول مرة، من أول دورة لها رسخت وثبتت في الفضاء الثقافي بشكل أتمنى أنه في الأعوام الجاية يكون لها أثر واضح في القارة الثقافية تحديدا يعني. نعم. طيب انت ذكرت يمكن مجموعه من المهرجانات الثقافيه والسياحيه واكيد هي الفنيه اللي كانت في الفتره الماضيه. عايزين نعرف بقى تعليقك عليها من خلال وجودك كصحفي هنا، نستخدم احنا المهنه الثانيه، وكمان كناشط ثقافي مهتم جدا بالمجال ده. حقيقه هي بمقارنه بالاعوام السابقه تعد عافيه للوسط الثقافي، ظل لفترات طويله بيحتاج لمهرجانات زي دي يعني. رغم من انه المعروف انه الثقافه قاعد تهمل وما بتدعم من قبل الدوله بشكل او اخر، تنفذ مهرجانات او برامج تكون متميزه بالشكل ده بيكون له مردود تحديدا في الوسط الثقافي، رغم من انه احنا محتاجين كثير من التجويد وكثير من الخبرات في انه نصل مصاف الدول الثانيه اللي بتسهم في المجال الثقافي بشكل او اخر. بعض من المهرجانات او بعض من الفعاليات كان فيها قصور، كان فيها جوانب بتحتاج انه الناس تقف لها بعين واعيه وبجانب يعني نقدي على اساس انها تتطور وتكون في مصاف مختلف يعني. منها ممكن يكون مهرجان البقعه في دورته الماضيه كان دون المستوى في بعض من الجوانب. فعالية سنار نفسها رغم المجهود الكبير اللي بذل فيها، فيها كثير برضه من الاخفاقات والهنات بتخلي الناس القائمين على امر الجانب الثقافي يحاولوا انهم يطلعوا من معازق، انهم دائما بيقعوا في اخطاء تكاد تكون تحسب للسودان، خاصه فعاليه كبيره زي سنار عاصمه الثقافه يعني. المباني مفترض تتسلم في فتره زمنيه محدده، حتى الختام في جزئيات كبيره من المؤسسات المفترض تتشيد ما تمت بالشكل المطلوب. طبيعه البرامج اللي تقدمت برضه ما كانت بقدر الطموح المفترض تمثل السودان، مقارنه بعواصم ثقافيه اسلاميه سابقه شهدها العالم تحديدا بشكل او مختلف. فدي كلها بترجعنا لانه الناس تشوف حلول كيف انه تطلع من المازق بتاع انه البرامج الثقافية ما قاعد تكون بالشكل المطلوب، خاصة في المهرجانات الكبيرة زي. نعم. طيب أستاذ محمد خلينا نقف معك على الجانب بتاع إنه في زي ما أنت ذكرت إن يمكن يكون في تراجع خاص بالمهرجانات المتخصصة اللي هي بتدعم. عادة لما يكون تخيلي إنه في صحافة متخصصة إنه الجانب بتاع الصحافة الثقافية اللي هو بيتم فيها تحليل أغلبية الأعمال الثقافية، وخلينا نقول كمان اللي هي بتديك إنه إفادة إفادتين عشان ما أنت تعرف المرة الجاية إنك أنت تعالج وضعك كيف، بنقدر نقول إنه في تراجع للصحافة الثقافية عموما؟ ولا الحارد شنو؟ هي الثقافة الثقافية تحديدا قاعد تعاني برضو من مشكلات يعني تكاد تكون ما زي سابق العهود الماضية، في ان موفر لها البيئة الكافية والكاملة لانها تعمل في ظلها الان. لما تقول البيئة الكافية بتكون قاصد شنو؟ البيئة الكافية بتكون ان هي بيئة انه المحرر الثقافي بيقدر يصل للحدث الثقافي ويقدر ينتقده. الان
يعني كثير من المحررين الثقافيين ما قادرين يصلوا لمهرجانات لظروف ممكن تكون مادية، لظروف تكون حتى في الصحيفة الجانب الثقافي يكون ما مقدر بالشكل او كانت يعني حتى المطلوب تزامن يعني. الفعاليات الثقافيه نفسها في نفس الزمن بتبقى انه ممكن تكون صعبه انك انت تتم تغطيتها بنفس الحماس وبنفس الروح لكل الاحداث. فتخيلي لو تم زي انه جدولتها مثلا في السنه كامله، انه 6 مهرجانات بتدعم الواحد 2 3، حتى الواحد بيكون قادر تقريبا يوجه قلمه بطريقه صحيحه يعني. بكل تأكيد يعني حتى العام 2017 في فعاليات كانت في زمن واحد، يعني كاد يكون اليوم يكون فيه 4 7 فعاليات، فبيكون ما في حد الحق على واحد اصلا. يعني الزول ما بيقدر يوفق ما بين انه يغطي تماما نشاط ونشاط تماما. آخر يعني. ففي اكيد عديد من الصحف اللي هي المعنيه بالثقافه وتم اصدارها زي مثلا بيت الشعر وكده، لو وقفنا اكثر على التجارب دي بتكون خدمت الجانب بتاع الثقافه ولا هي وتخلي دي تقريبا اكثر تخصصيه يعني في جانب واحد من الفنون؟ هي في ظل ظروف تراجع الصحافه المتخصصه تحديدا في الجانب الادبي بتكون محمده واضافه كبيره جدا للمجال اللي نعم بتنشا فيه، واصدار متخصصه بيت الشعر اصدر صحيفة تحمل عنوان الوجود المغاير استمرت الآن لها عام، هي شهرية مهتمة بالجانب الأدبي والشعر تحديدا يعني، فتخصصية بتبرز المطلوب من الجانب تحديدا بدقة، خاصة القائمة على أمر تحرير ملمين بالشعر يعني صحفيين شعراء هم الأكثر خبرة وأكثر جدارة في أنهم يديروا تحريرها، أسسها أبو رئيس صديق الأبنوسي وكنت أكيد لما التحية رفيق معه في المشوار، من بعدها يواصل المشوار الآن عماد محمد بابكر في رئاسة تحرير الصحيفة، بعض من الزملاء بيعاونوه في أنها تطلع كل شهر بشكل مختلف وشكل جيد توثق للحركة الشعرية في السودان، بتستصحب معه برضه جانب من النشاط الشعري على مستوى الوطن العربي والعالمي بشكل مختلف. تبويبها في تخصصية محكمة، ترجمات من اللغات الأخرى للغة العربية في ميل الشعر، أيضا الجانب النقدي حاضر في الإصدار بقوة، أتمنى أن الجوانب الأخرى يكون فيها إصدارات مخصصة نعم بذات الشكل أقلها بتكون قدرت تبين حتات ومعالم انه الصحافه الموجوده او الملفات الموجوده في الصحافه السودانيه ما قدرت تصل لها بشكل او اخر يعني. نعم عشان هي تقدر تبين الدور ده وان هي تقدر تقوم بيه، واكيد هي محتاجه انها تستخدم مفرده ممكن تكون هي بسيطه وقادر اي قارئ يقدر يفهمها ويقدر يوصلها ويقدر يستلم النقد الصحيح اللي هو موجه لواحد من الاعمال الثقافيه. متهمي الصحفيين اللي هم خاصين بالاعمال المتخصصه في الجوانب الثقافيه هم في اتهام واضح جدا ان هم حتى الكلمات اللي بتستخدم او المفردات بتكون زي ما تقول كده لصفه معينه او لطريقه معينه، فما اي قارئ بيقدر يفهم انت تماما كنت عايز توصل شنو من خلال العمود اللي هو في المهرجان الفلاني. اللغة مهمة جدا يعني هي أداة بتاع التواصل بينك وبين القراء، لكن الصحافة الآن لغتها مفهومة واضحة يعني، حتى الملفات الثقافية الموجودة نادرا ما تلقى أنه في لغة معقدة أنه يقدر يفهمها المتلقي تحديدا يعني. صحيفة الوجود المغاير لغتها لغة سلسة وسهلة جدا، يتعامل معها كل قارئ ملم بالمشهد الثقافي والمشهد الادبي تحديدا يعني. نعم طيب عشان نجيف اكثر على جوانب خلينا نقول متخصصه ونقدر نفيد كل الناس اللي هي بتعمل في الجوانب الثقافيه والمهرجانات وحتى هي بتفكر انها تدي لقدام جوانب مختلفه اكثر، عايزين نعرف بالضبط اللي بيحتاجه العمل الثقافي في جمله واحده او في سطور محدده. العمل الثقافي بيحتاج يعني مناخ يكون فضفاض، تكون في حريات، يكون في دعم، يكون في تقدير من الدولة تجاه المشهد الثقافي والعمل الثقافي بشكل عام. يعني وفيت وكفيت وأي حاجة، أنا دائما قاعدة أتعامل مع العمل الثقافي إنه هو بيمثل السودان الأجمع، ما بيمثل جهة معينة، ما بيمثل أكيد مجموعة معينة، فبالتالي أنت لما تعمل حاجة هي بتبقى في وش السودان، بتبقى إنه نظام أي كل الناس المفترض تقوم تتكاتف عشان العمل ده إنه يتم، سواء كان كنت صحفي، سواء كنت إعلامي، حتى أنت كنت متطوع في مجال معين، أنت في النهاية همك على وطنك واكيد غيرتك تجاه الوطن هي اللي بتخليك انك انت تقدم التفاصيل دي. بالنسبه لنشاطات المنتديات الثقافيه في الخرطوم عموما، الحاجه ممكن تكون سهلت بقى الحراك الثقافي اكثر ولا وجوده شنو؟ المنتديات برضو للاسف يعني ما زي سابقا تراجعت، رغم انه في منتديات جديده وليده وفي منتديات ثابته كانت راسخه،
وجوده قاعد يسهم بشكل أو آخر في خارطة الحركة الثقافية بشكل نعم عام، رغم احتياج الكثير من المنتديات لتقويم و يعني ناس يكون لهم خبرة في المجال الثقافي، رغم أنه من هم كفؤ نعم وخبرة موجودين لكن للأسف نعم بعيدين تماما عن المشهد الثقافي وعن المنتديات، فأيضا تكاد تكون بعافية قليلة نوعا ما. كثير من المنتديات تخلصت من دورها الأساسي، الآن ما يضج في الساحة الثقافية منتديات تكاد تكون شبه يعني ربحية. العديد من المنتديات الثقافية الناس بتجي تدخلها بمساهمات ومشاركات، يعني ده ما بي يعني إنه كل المنتديات بهذا الطبع، لكن في منتديات لا زالت قائمة بدورها تجاه الجانب اللي هي تعمل من أجله. أتمنى إنه يعني الأدوار تتكامل، الناس الغايبين عن المشهد الثقافي يكونوا حاضرين، حتى الناس تقدر تقول إنه دي اللي نحن ودي ثقافتنا الموجودة بشكل يومي في المنتديات وغيرها يعني. تماما. طب تفاصيل معارض الكتاب في السودان وكمان برضو وجوده ضمن الحراك الثقافي الحاصل سواء كان في العام اللي فات او حتى كمان العام القادم عموما. جميل انه الايام دي دار النشر جامعة الخرطوم بتحتفل باليوبيل الذهبي لها، اقامت معرض داخل حرم الجامعة، واستمروا لا يزال يعني في جانب من النشاط المصاحب. لكن معرض الخرطوم الدولي للكتاب هي فعالية كما هو معلوم راتبة سنويا، كل عام بتكون في أشياء جديدة ومختلفة، لكن هذا العام كان بشكل مختلف تماما، يعني رغم أنه في دور نشر جديدة وفي برامج جديدة، لكن أغلب الناس ملاحظين أنه في غلاء للأسعار، كذلك في بعض من العناوين الثقافية ما كانت موجودة، الناس ركزت في الدورة دي على الكتاب التعليمي بشكل أكثر من سابق المرات. في إخفاقات كثيرة برضو صاحبت المعرض في دورته الحالية، أتمنى أنه وزارة الثقافة القائمة على هذا الأمر تكون استصحبت معاه كل ما مر من هنات وعقبات في الدورة الماضية والدورات التي عقبتها، على أساس ما أنه نقدر نقدم يعني شكل مختلف لمعرضنا في السودان تحديدا. أغلب دور النشر اللي بتجي بتشارك في دور تانية مختلفة يعني في دول مختلفة، بتلحظ الفرق الحاصل ما بين معرض ومعرض في السودان. نعم. فللأسف أنه معرضنا الدورة اللي فاتت ما كان بقدر الطموح، يعني رغم أنه الدورة اللي قبلها كانت متميزة بعناوين مختلفة بدور نشر مختلفة ببرامج كانت جاذبة وهادفة، يعني المرة دي تخلصت البرامج المصاحبة على أساس أنه يكون في متسع لأنه الناس تقبل على الشراء وكده، لكن الأسعار كانت مرتفعة جدا يعني، فبرضو الوزارة تستصحب معي أنها تحاول تقلل من أو جوانب يتم دعم خلينا نقول أي تفاصيل عندها علاقة بالجانب الثقافي. ممكن أكيد المهرجانات تقلل الجمارك، طيب تقلل عشان الضرائب وغيرها. نتكلم أكثر في الجانب بتاع الدعم اللي هي بتقوم به الجهات المتخصصة جدا في جوانب الثقافة فيما يخص المهرجانات الثقافية، فيما يخص حتى المعارض الخاصة بالكتاب، حتى أي حاجة هي عندها علاقة بتثبت الثقافة جوانا سواء كان إحنا كشباب وحتى كالمجتمع، عشان الحاجة إحنا حقيقي محتاجينها. الجهات اللي هي متخصصة جدا في الجوانب دي كيف مفترض إن هي تدعم واللي بتقدمه شنو؟ الآن الجهات دي بتدعم من خلال علاقات، من خلال يعني نقدر نقول وساطات متينة جدا يعني، حتى في دعومات بتقدم لبرامج تكاد تكون ما لها قيمة تماما يعني، لكن لتأثير العلاقات لتأثير يعني يجدوا الدعم تحديدا. وزارة الثقافة مفترض تكون قائمة بدورها تجاه البرامج الثقافية القومية تحديدا ذات الطابع الوطني، إذا ما دعمت هي بشكل مباشر يكون لها تنسيق من خلال مساحاتها اللي بتتحرك فيها للمؤسسات الخاصة اللي ممكن ترى نعم. الجانب دي يعني، حتى ميزانياتها اللي بترفع سنويا مفترض تكون مستصحبة مع هذا الأمر المعني بدعم المهرجانات الكبيرة تحديدا، لكن نعم. كل الدعم اللي بيجي بيتصرف في حاجة ما عندها قيمة تحديدا. طيب عشان الدعم هو بيصرف في كمية من الحالات، في أكيد برضو جوانب تانية عندها علاقة بالمهرجانات الشبابية اللي هي بتقوم بمجهود شبابي بحت، يعني انت بتقوم بعمل وبدور سواء كان بتثري الثقافة في السودان او حتى انك انت بتعرف عن الثقافة والحضارة السودانية عن تفاصيل، هو قايم بمجهودات شبابية بحتة ما عنده أي علاقة بأي تفاصيل تانية،
وبعد ده كله انت بتكون يعني الشباب ده هم بس محتاجين يمكن مجرد وجودك جنبهم، مجرد دعمهم، مجرد دعمك حتى، سواء كان انت زي ما قلنا في اي مهنه ممكن تكون خاصه عشان ما حد تقوم توصل للنهايه. نظرتك بقى للناس اللي هي شغاله بالمجهود؟ تكاد تكون يعني مفروض البرامج اللي بيطرحوها الشباب تكون مغنية ومؤثرة، لأنه تجد الدعم من قبل الجهات اللي بتدعم يعني. نعم. بعض من البرامج ذات التخصصية أكثر حاجة. ذات التخصصية غير يعني جديرة بأنها تقنع المؤسسات اللي ممكن تدعمها، رغم أنه في مجهود كبير قاعد يبذل فيها، في كوادر شبابية متخصصة في مجالها بتنتج، لكن في جانب بتاع تنسيق مفقود ما بين خبرات ممكن تكون من الأجيال السابقة، من مؤسسات ممكن تساندهم وكده. أتمنى إنه الدور المفقود ده يكون موجود، يكون حاضر، حتى إنه الناس تقدر تنتج عمل مشرف للمشهد الثقافي. اكيد بنتمنى لكل الشباب اللي هم بيعملوا في كل المجالات الخاصه بالثقافه والفنون انه يتبعوا كل النصائح اللي انت ذكرتها والارشادات عشان ما الناس تقدر تحقق وتقدر تضيف الدور اللي هي بتقوم به. عايزين نجيب برضه على جانب اخير هو عنده علاقه بالحراك الثقافي اللي او نظره خلينا نقول او قراءات للعام القادم بتفاصيل الحاصله حتى لو كان بتبنيها على تفاصيل كانت حصلت في العام السابق. بعض من المشروعات الكبيرة مفروض تنجز في 2017 تحولت للعام 2018. نعم. دي بتبشر بأنه ممكن يكون عام يعني يبشر بعافية للمشهد الثقافي، يعني ما بشكل قاطع، لكن نتمنى أنه فعلا يكون هذا الأمر. يعني في كادوغلي عاصمة التراث بدأت في 2017 ولم تختتم حتى الآن. المشروع يستمر خلال عام 2018 تحديدا، بيأتي بمردود لبنيات تحتية للولاية تحديدا للمشهد الثقافي السوداني بشكل عام. اختتمت الجنينة عاصمة الثقافة السودانية. نعم. سلمت الراية لدنقلة، ستكون هذا العام عاصمة للثقافة السودانية. أتمنى أنه أيضا يكون في بنيات تحتية تضيف للمشهد الثقافي، يكون في دعم مباشر للنشاط الثقافي للولايات تحديدا. في كثير من المهرجانات بتقام في الولايات لكن ما قاعد تصل ل يعني قياب الاعلام، لقياب الدعم لها وغيره من البرامج. يعني المرسوم بيقول انه الثقافه شان ولايه، لكن لابد من انه يكون في تكامل. يعني اكثر الحاجات اللي احنا بنشاهدها المركز هو اكثر حضور في المجال الثقافي، في حين انه الولايات قاعد تعمل عمل ثقافي جيد جدا كانه ما منظور. يعني اتمنى انه العام يكون عام مختلف، في الأشهر القادمة سيكون ختام جائزة الطيب صالح والعديد من البرامج الثقافية القادمة. نتمنى أنها تكون ذات مردود يعني أقلاه يعطي للمشهد الثقافي عافية نستطيع من خلاله أنه نخطط للمضي قدما في مسار العمل الثقافي. اكيد انا شاكر لك جدا استاذ محمد، معي كنت في قراءات عمل خارطه العمل الثقافي اللي كانت خلال 2017 وعن توقعات كمان للعام 2018. شاكر لك جدا، وان شاء الله يا رب يوم مليان جدا بالسعاده. شكرا. شكرا جزيلا. احنا لسه مستمرين معاكم في حلقتنا لكن على جانب اخر بخصوص الثقافه السودانيه وبتفاصيلها وبالملامح السمحه شديدا بتشبهنا. عايزين نشوف مع بعض تقرير عن القفه، نتابع ونجيكم تاني.